الاء بتقول الوضوء في الحمام حرام ولا مكروه؟ لا هو حرام ولا هو مكروه، بل هو جائز. الحمام اللي كان بيتكلم عليه الفقهاء قديما وفي الكتب التراث الموروث قصدوا به محل النجاسة. الحمام ده كان عندهم زي كده غرفة التفتيش، أو يعني حفرة وتملأ بهذه النجاسات وتنزح كل فترة. هذا غير متحقق في اللي احنا بنسميه النهاردة حمام، لأنه لا تجتمع فيه النجاسة، فاحنا بنقول عليه حمام كده مجازا، فهذا مكان طاهر. احنا ممكن ما نذكرش الله في المكان اللي هو مجمع النجاسات وكذا، لكن اللي موجود في عصرنا الحاضر ليس مجمعا للنجاسات، ولذلك يجوز الوضوء فيه ويجوز التسمية عند بداية الوضوء والشهادة عند آخر الوضوء، كما ورد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كل هذا مباح متاح ولا حرج فيه في الصورة الحديثة لما يسميه الناس بالحمام.